نور مكفين طبعا بمحطاتنا الصباحية. مثل ما بنعرف كل المجموعات التطوعية والفرق خلال شهر رمضان المبارك بتبادر لحتى تعمل كل الخير اللي بتقدر عليه، ونحن بنعرف الفترة الماضية أصلا كل هاي المبادرات والمؤسسات والجمعيات وظفت نفسها طبعا تجاه التداعيات طبعا الزلزال والكارثة، ولكن بهذا الشهر صار في عنا أيضا خلينا نقول حملين، حمل للمحافظات اللي أصلا كانت بتخدمها هاي المبادرات والمحافظات المنكوبة. رح نتعرف على تفاصيل أكثر مع عمل أحد هاي المبادرات وهي مبادرة شقائق النعمان، شو التفاصيل اللي عم يشتغلوا عليها، كله هذا رح طبعا يعرفنا عليه عبر الاتصال الهاتفي معنا السيدة هيام خضر وهي عضو في شقائق النعمان. صباح الخير، رمضان كريم. صباح الخير. يسعد صباحي. صباح الخير. صباح الخير، عم تسمعينا؟ سمعتي. رمضان كريم، ينعاد عليك بالخير والصحة. رمضان كريم، نحن بأول يوم من شهر رمضان المبارك، ينعاد عليكم وعلى سوريا وجيشها وشعبها وقيادتها، يا رب يكون شهر خير بكل ما يعني الكلمة. يا رب. ست هيام، خلينا نحكي عن مجموعة شقائق النعمان، عن عملها الإنساني، بالبداية نعرف الناس عنا أكثر. نحن كمجموعة شقائق النعمان من بداية الأزمة على سوريا موجودين على الأرض، بأي كارثة بتصيب بنشتغل، عنا ناس بنشتغل معهم بنساعدهم. بس اليوم بالزلزال كان لنا وقفة مثلنا مثل أي مجموعة مثل أي جمعية اشتغلت على الأرض، استنفرنا كل كوادرها بالكنائس بالجوامع أول أيام على مراكز الإيواء، قدمنا شو ممكن فينا نقدم للناس المتضررة. يعني بالبداية كان في نقص حليب أطفال، حفاضات، كنا ناخد سلال غذائية، أغطية، درنا على كل المراكز أول يومين. بعدين صرنا نطلع على الكرة، بتعرفي في ناس استقبلت عوائل متضررة إن كان أقاربها أصحابها، كنا نزورهم كمان نقدم لهم ضمن إمكانيتنا كمجموعة شقائق النعمان. نحن مجموعة تطوعية، مننا بنجمع من متبرعين. فيني أشكر كل حدا تواصل مع مجموعة شقائق النعمان إن كانت سوريا أو برا سوريا ليساعد ويقدم معنا. أكيد. على صباحكم ست هيام، يعني حضرتكم كنتوا موجودين ضمن محافظة اللاذقية، خلينا نحكي أكثر عن الأماكن اللي قدرتوا توصلوا لها، وطبعا خطة العمل اللي بدأتوا فيها من 6 شباط إلى الآن، وهل رح يتغير شكل هذا الدعم أو نوعيته خلال شهر رمضان المبارك؟ هلأ نحن باللاذقية أول شيء كنا ضمن اللاذقية، يعني بالكنائس كان في بالجوامع بمراكز إيواء، بعدين انطلقنا على ريف الإرداحة ريف اللاذقية كان في توزيع، بعدين كان في ناس عايشة بالخيام قدرنا نزورهم، قدمنا لهم يعني فيك تقولي أجار مبدئيا عقد أجار لمدة 6 شهور. طبعا نحن مجموعتنا بنبلش وبنستمر ما بنوقف من بداية عملنا، أي حدا منستلمه منضل معه ليوصل لبر الأمان. وهلأ عندك بشهر الكريم شهر الخير شهر رمضان، نحن بكل سنة عنا سلة غذائية من إلا سلة رمضان بلشنا بتجهيزها، وفيني أقول كلمة أنه مو بس المتضررين زلزال، نحن بحالة غلاء، فكل الناس صارت بحاجة هالسلة. صحيح. ويا ربي قدرنا ما نقصر. يعطيكم ألف عافية، وأكيد تحية كتير كبيرة من القلب لجميع المبادرات الإنسانية الموجودة على الأرض، في جهود كبيرة اليوم لكن الحمل كتير كبير. نحن عم نحكي عن تداعيات الزلزال، في ناس كتير كبيرة محتاجة يد مد العون لإلهم، أقل شيء فينا نقدم لهم إياه، وعمل الخير مستمر، أياد الخير موجودة كتير كبيرة بسوريا. خلينا نحكي خلال شهر رمضان المبارك مثل ما حكيتي نشاطكم مستمر، بس يمكن الحمل بيكون عليكم أكبر، لأنه نحن بنعرف يعني مع كل سنة عم يزيد عليكم المسؤولية، لأنه ما عم ينقص العدد، بالعكس عم يزيد مثل ما قلتي بسبب الغلاء الكتير كبير، بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي اللي عم نواجهه اليوم. أنا بس بدي أقول أنه نحن كمجموعة شقائق النعمان ببداية عملنا عنا عوائل شهداء، عنا عوائل جرحى كنا نهتم فيهم بشكل دوري، عندي طلعات على الجبهات بزور أولادي بالجبهات. بس هلا بشهر الخير أنا بقلك أكيد بده يكون حجم الشغل أكثر. صحيح. بس الحمد لله عنا متبرعين. بدي أول شيء وجه شكر للسيدة ندى الأسد رئيسة مجموعتنا اللي هي الداعمة الرئيسية، ولكل الأعضاء اللي ما يوم قصروا معنا،
حتى عنا ناس من برا، عنا مجموعة سوريين هن موجودين بفرنسا كان عم يتواصلوا ليساعدوا. بس كلمة يعني عم يكبر الشغل علينا، بس نحن مبسوطين. ودائما أنا دعائي يا رب تكون معي لنقدر نكمل وما نقصر مع حدا. يا رب. أكيد. يعني ست هيام، حضرتك أنت ضيفتنا بوقت سابق، وأنت من السيدات اللي طبعا كانوا تصاوبوا خلال الحرب، خلال عملكم بالمطابخ الميدانية مع جنودنا بالجيش العربي السوري، ودائما عم تكونوا متواجدين بكل شيء كان صعب أو حلو. فخلال هي التجربة بنعرف أنه أيضا أنتوا زرتوا كثير من العوائل وحاولتوا تخففوا عنا تداعيات هي الكارثة. قبل ما نختم، شو بتحبي توجهي كلمة لكل الناس يلي عم تحاول تقدم شيء خلال هالكارثة أو حتى هذا الشهر الفضيل؟ هلا أنا بشوف أنه كل حدا منا في بيكون هو متطوع، كل حدا في لو بلوزي من بيتك، لو صحن سكبي مثل ما بيقولوا له من بيتك، فيك تكوني متعاونة لتعطي حدا محتاج. سوريا نحن كشفت، يعني أنا بقول لك هز الزيل هز كيان كل الناس، يعني الكل ظهرت المحبة اللي عندها. أنا من خلال يعني أنا عندي جيراني ما أعرف حدا، كل إنه هيام هيدا الحيف من عندي، هيام هي بلوزي من عندي، كتير كان في تعاون. نحن الشعب السوري أثبتنا إنه نحن شعب قوي محب لبعضنا ورح نضل هيك. نحن أنا أول شيء بدي أقول الرحمة للشهداء، شفاء العاجر للجرحى، العودة السليمة لبيوتهم. نحن كمجموعة شقائق النعمان، قلتي حضرتك أنا كهيام خضر، بفتخر أني أحمل لقب الشهيد الحي. وصبت بالجبهات وكان بلقاء معك سلمى قبل ومبترت رجلي، ولهلأ نحن بنطلع على الجبهات بنزور أولادنا، عنا عوائل ملتزمين فيهم ومستمرين وما رح نوقف، كل شيء وعندي روح بحياتي. أكيد. يعطيكم ألف عافية ويا رب دائما تبقوا بهي الهمة. بدنا نشكرك ست هيام الخضر ومجموعة شقائق النعمان فردر فندر، شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية. وبنعرف قديش في جهود وصعوبات عم تمروا فيها، فتحية لكل الناس اليوم اللي عم تشتغل على الأرض. العمل التطوعي صار ثقافة اليوم بسوريا، كلياتنا عم نحاول نكون إيد واحدة لنساعد الناس. شكرا كثير إليك. شكرا لكم ويسعد صباحكم. رمضان كريم على الجميع. رمضان كريم عليك يا رب وعلى الجميع، ويعطيكم العافية. شكرا إليك.